مقدمه لكم جميع المتابعي صباح الخرطوم على امتداد هذا الوطن الحبيب. نسعد ونتواصل، وجولة الكاميرا كانت حاضره مع منظمه قطره ماء الخيريه والتي قامت بزياره للمدرسه الانجيليه والاطفال فاقدي السند وقدمت كثير من المواد الغذائيه. وللحديث حول هذا الموضوع اسعد ان تكون برفقتي الاستاذه بركينام عثمان رئيس منظمه قطره ماء الخيريه. مرحبا بك وصباح الخير عليك. مرحب بك، صباح الخير عليك، كل سنة وانتم طيبين، وكل الأماني أنه أسر الشهداء والسودان ربنا يلطف بهم ويكونوا بخير وصحة، والسودان ربنا يشيل البلاء ده عنه ودائما يكون يعني في أمن الله تعالى إن شاء الله. وعبرك تحية لك وتحية لكل الشباب اللي عاملين معك في منظمة قطرة ماء الخيرية وبتقوم بالعديد من الأعمال الإنسانية طيبة لأهل السودان في مناطق مختلفة. وبداية فكرة حول هذه المنظمة الخيرية. قطرة ماء هي جات عبارة عن صدفة، اتولدت وليدة الصدفة. كان دخلنا منطقة الفتح عشان نعمل سقيا خاص لبعض المراحين في أسرنا. فبعد ذلك لما دخلنا الفتح لقينا أنه الوضع كارثي. هي منطقة صحراوية غرب جبال كرري وإنوير، يعني منطقة رملية ما فيها مواصلات، ما فيها حتة إنتاجية، ما فيها أي سبل للمعيشة. وساكنين فيها بعض النازحين من الحروب من دافور كردفان وبعض العرب اللي هم من جزيرة من مشروع الجزيرة. فجوا على أطراف الثورات، وبعد ذاك الحكومة أدتهم المنطقة دي وقسمت لهم بنتينات. فلما دخلنا لقينا أنه الناس دي عايشة قريبة 14 سنة بدون موية، ما عندهم أي وسيلة بتاعت موية إلا بير بيرين، وبتقوم تجار الموية بيعبوا الموية وبيقدموها لهم. وأغلبية الآبار السطحية هي طبعا البير السطحي فيه مادة جيرية ومالح، فكثير من الأهالي هناك مصابين بفشل الكلوي. فلما دخلنا وعرفنا كل الظروف المليمة بالمنطقة وبالناس، قررنا أنه نحن ثاني ما نطلع منها إلا وآخر مطرة إلا وآخر قطرة سقيت في المنطقة. جميل الفتح. طيب لماذا تحديدا العمل في مجال الماء؟ ورغم وجود المياه في السودان لكن ظل المواطن يعني في مناطق وولايات السودان يعاني من مشاكل المياه بصورة يومية. نقيف عند الاسم قطرة ماء. قطرة ماء هي طبعا نحن لما لقينا العطش، وطبعا 99% من السودان عطشان رغم الموارد المائية الموجودة في السودان، لكن 99% عطشان يعني حتى ودين المدينة يعني خليك من الأطراف. فقطرة ماء جات لما خلقنا الجروب وعملنا إقاسة لكل الجروبات اللي نحن فيها والأسر والأصحاب. فطلبنا منهم أنه تبرعوا، كل واحد ما يقدر إن شاء الله جنيه. فجات الحتة بتاعت أنه أنت بتتبرع وأنا بتتبرع، فهي قطرة قطرة قطرة، فهي القطرة هي تبرعك. فلمينا القطرات عشان نقدر نعمل بها حاجة في الفتح، واخترنا منطقة الفتح لأن هي ما نوير أقرب مدينة عشان انت تصل لها هاف داي، والناس كلهم ذو دخل محدود والفقر فيها والمرض والحوجة كارثة طبيعية حقيقة يعني. فجاء الاسم من هنا بتاعت قطرة ماء، والحمد لله هي مجموعة من النساء والرجال، وهي بادرة سودانية 100%. اشتغلنا لمدة 3 سنين كجروب وسجلنا هسا في ظروف بتاعت كورونا عشان نقدر يعني نلتقي بحتة أكبر ونقدر نخدم السودان أكثر. جميل. ويمكن فكرة قطرة ماء الخيرية عجبت كثير من بنات وأبناء السودان خارج هذا الوطن الحبيب بكل تأكيد. كلمينا عن مشاركاتهم، هل في مشاركات لكل الناس؟ أيوة، عندنا في الجروب نحن 127 نفر. نص الجروب هو في الخارج، عندنا سفراء في أمريكا على رأسهم فاطمة رمرم قدم لها تحية، وعندنا سفراء في السعودية على رأسهم حاتم وبشمهندس محتز، وعندنا سفراء برضو في السلطنة، وعندنا سفراء في قطر آيات الطيب، كثير من السفراء عندنا في أمريكا في السويد دكتورة نجات، كثير من السفراء بدأنا الجروب في الخارج. وهم مهمتهم في كسفراء في الجروب أنهم يبحثوا لنا عن تبرعات، يبحثوا لنا عن طريقة أنه نحن نقدر ندعم فيها المشاريع المائية القائمة في الفتح. جميل. من خلال زيارتكم لمدينة الفتح وحوجة الناس للمياه
وبرضو الجوانب الصحية والبيئة الصحية والبيئة التعليمية، ودحل الكثير من مدن وقرى السودان، ناس محتاجة للبيئة الصحية السليمة، محتاجة للبيئة التعليمية. وأدي رسالتنا مباشرة للحكومة للاهتمام العاجل والسريع يعني مثل هذه المشكلات. الفتحي طبعا زي ما أنا ذكرت لك قبلي فيها مأساة حقيقية، يعني في بعض تجار الموية اللي هما أنا بفتكرهم تاجر بعطش الناس. أنا الحاجة دي اتكلمت فيها مع وزير البنية التحتية السيد خالد في الحكومة الفاتت، أنه في بعض الناس في الفتح تاجر بعطش الناس، وهم عملوا لهم أبار سطحية، والأبار السطحية لأن هي منطقة رملية صخرية فهي بتكون فيها نسبة جيرية وبكون نسبة الأملاح كثيرة في الطبقة الأولى من الأرض، فالناس اللي عملوا كثير من المياه بالصورة العشوائية دي ما في دراسات كانت حقيقية ودراسات قاموا كده أخذ منهم واحد، وأنا يعني قاضيته في الحتة دي تاجر بعطش الناس. ولما الناس كثير من الناس عندها فشل كلوي وكثير من الناس وكثير من الناس زحوجة، هم الناس اللي في الخدمة كانوا إذا كانوا عساكر إذا كانوا ممكن نقول كل فئة المجتمع موجودة فيها في المنطقة. أيضا يعني المنظمة كان حضور، وزي ما شاهدنا في المادة الفائدة حضور للأطفال فاقدي السند وتقديم المساعدة اليوم، وكمان برضو في فيديو آخر في عدد من الأطفال يعني دارين مشاهلهم، والمنظمة تكفلت بأنه رجعوه من المركز اللي قاعدين فيه هم الآن. يعني أنا أحب أذكره أنه نحن غطرت ماء 100% هي منظمة لسقيا الماء. صحيح. يعني الآبار، حفر الآبار والشبكات، وبنعمل بنية تحتية مستديمة. بخلال شغلنا نحن بتلاقين حالات إنسانية. صحيح. فإذا أنت أساسا طالع لله ما فيك تدي ظهرك ليها. فكثير من النداءات بتجينا أن والله في حالة مرضية أو حالة إنسانية مفروض تجيب فيها. فجاني تلفون من سيد علي محمد عثمان حاكم، أنا برسل له تحية لأنه هو ساكن في الجوار، أنه في مركز للمتشردين في إنجيلية أم دمعان، مركز المحبة تقريبا، مركز المحبة، وأنه فيها 65 طفل لم يذوقوا الأكل لمدة 3 أيام. فأنا قلت له يا أخي والله نحن السلالة دي بنشتغلها في رمضان، وخطيت السماعة. فبصراحة جاني طالب ضمير، بعد دقيقة رفعت التلفون وقلت له يا أخي وريني الحاصل. فقاموا ورانا الأطفال دي لو 3 أيام ما أكلوا، وهم متشردين من الشوارع. ومش كده، في منظمة جابت لهم 25 لـ35 مرة معاهم بيبيز، وبرضو خدت عليهم وبرضو ما عارفين يعمل شنو. فمشينا قدمنا النداء، واتصلت يعني سيد عوض مدير قناة الخرطوم، وقلت له يعني عندنا 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 إمرجسي وأنا ما أعرف أتصرف. عوض لكم معنا زميلك ما أعرف الطبيب، أنا ما عندي المعلومات الكافية، لكن قدرت أحاول يعني في شورت تايم قدرت أحاول أنه أنا كيف أنقذ الأطفال دي. لأنه لما أقول لك والله طفل يعني 65 طفل لثلاثة يوم ما أكلوا ولا شربوا ولا عندهم أي شيء، محبوسين عشان الكورونا وجابوهم ليهم عشان الكورونا. فقمت طوال تاني اتصلت بأحد أعضاء الجروب في غطرة ماء دكتور كامل، برسل له التحية وقلت له يا جماعة عندنا إمرجنسي، كانت في استجابة سريعة يعني بسرعة مبالغة يعني الكلام ده. كلمنا حول المواد اللي جبتوها شنو؟ الطرح بالليل الصباح تنفس الحمد لله. فكتر خيركم برضه انت جيتوا سجلتوا الحدث، فمشينا تكلمنا مع الناس ديل وعرفنا الحاصل شنو. فاتضح انه ده مركز عظيم جدا. صحيح. يعني انا في رأيي الشخصي اول حاجة المدير هو ذو المعاق، وكان عنده موتر وهو حداد، والموتر ده حصل له حادث وتكسر وتأذى زياده غير الاعاقه. في رساله اللي برضه نوصلها لناس انه هذا الشخص رئيس المركز متحرك بكرسي وبيشتغل برضه في حداده، والكروس اللي بيشتغل بها بيجيبها للاطفال دي في شكل له التحيه صراحه والاحترام. فالمهم تكلمنا معاهم وعرفنا ظروف المركز، وسالناهم يعني شنو البتيم لما الاطفال دي انتم شلتوهم من الشوارع وجوا المركز، فحكوا لنا المركز وكيف بدا وبعد ذاك كيف اهمل.
ووصلنا للحتة بتاعت عنو الأطفال ده اللي بيجيبوهم بيعملوا لهم تأهيل نفسي، عندهم أطباء بيكشفوا عليهم، هم برضو متبرعين، وحتى الأطباء بيشيلوا من مواهيهم بيخطوا في المركز ده. فاتضح أنه ما هو بس إغاثة بتاعت أكل يعني نازل يمون عشان يأكلوا، بالعكس هي فيها مرحلة علاجية، فيها تأهيل نفسي للطلبة ديل، وفيها ذات معرفة لظروف اللي خلتهم هم يلجئوا للشارع ويتركوا أسرهم. ومن الحالات اللي هو في حالة ذكر أنه هو بيبحث عن أبوه في الخرطوم، جاء عشان يبحث عن أبوه وده عمره 17 سنة، لكن عندنا 12 و10 و6 سنين وديل بيقولوا يعني طلعوا من أهاليهم لسوء المعاملة، يعني سوء المعاملة في البيت من الأسرة أو من المحيط، فهم حسوا بروحهم هم منبوذين فسعوا وطلعوا في الشارع عشان يلاقوا وضع أحسن. وطبعا الشارع عمره ما كان وضع أحسن. شفت انت برضو وقفنا على مشاكلهم. أيوة نعم. دائما المشكلة بتكون من البيت بين الأب والأم. أيوة نعم. وكمان دي رسالة صباحية إنه إذا كان في اختلافات أو في خلاف بين الأب والأم يا ريت ما يكون قدام الأطفال عشان ما يدسروا بعدين يطلعوا الشارع. أيوة نعم. لكن في أطفال قالوا دارين يرجعوا والمنظمة تكفلت إنه حضروا. إن شاء الله نحن تكلمنا معهم تاني مشان اليوم الثاني من ودينا الغذاء فسألناهم، وحتى في زيادة يعني تكلمنا معهم عرفنا مناطقهم، وهسه هو أنتوا عملتوا ريبورت. اتمنى الناس الاهالي يسمعوا الكلام ده بانه الطفل لازم يكون محمي، الطفل ذاته انا في رايي الشخصي لازم يكون عنده قانون يحميه من نفسه ومن الشارع ومن اهله. يعني حان الوقت انه يكون في الدوله في قانون يحمي الطفل واهله عشان يكون هو عضو فعال في المجتمع. يعني ما ممكن الطفل حاسي من أهله أنه منبوس، حاسي من الشارع أنه هو منبوس، يجي في النهاية in nowhere. يعني هي كريمة بتبتكي وكثير زي ما ذكرت في مدخل حديثي كثير من المشكلات والاختلافات بين الأب والأم الناضج حقها بكون ضياع للأبناء. وبعد ذلك بتحصل عملية التشرد، وحتى الأب ما حيسأل الولد مشوين والأم كذلك، تبقى إشكالية للمجتمع، إشكالية زادة للطفل وتحديد مستقبله، مصير مستقبله هيكون غامض وما معروف شنو. والشارع لا يرحم بكل تأكيد. ده. لا. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها، نحن طبعا في الشغل العام يعني بالذات لأطفال الشارع في صعوبة كبيرة. أنا أفتكر الخصوصية لو حصلت في الشغل بأنه في كل منطقة تكون في مراكز، المركز اللي نحن تكلمنا عنه لو في كل منطقة في مركز والناس الأراوند المجتمع ذاته هو يكون فعال في الحتة دي على أساس أنه الأطفال دي حصلها تأهيل نفسي، المعز يدرس يخشوا مدارس مهنية، يعني يكون في احتواء للبيئة دي. يعني لازم الرعاية الاجتماعية يعملوا برنامج يحتوي طفل الشارع، ومفروض يدعموا بغ قانون immediately أنه يعني التسول، هو أنت لما تمنع التسول في الشارع معناه أنت حصرت خروج الطفل للشارع. وحتى لو في تسول في الشارع وقبضوا الأطفال ديل بعد ذلك بالرعاية الاجتماعية ممكن تتابع دراسة معهم السلبية اللي قاعد تطلع منهم دي، أنا أديهم طاقة إيجابية واستفيد منهم في خدمة هذا الوطن الحبيب، وعلى الأقل أفتش لأهلهم وأرجعهم إذا كانوا ما عندهم أهل يكونوا موجودين ويكونوا ناس صالحين في الحياة. أيوة. ويقدموا الخير لنفسهم ولبلدهم. أيضا في جانب آخر للمنظمة دور كبير جدا، وأنت تحدثت عن التنمية المستدامة. أيوة نعم. والمن التنمية المستدامة بتأكد عنوان عريض جدا وفيه العديد من الأعمال. نعم. وفيه توطين للخدمات. تاني في يعني مشروع عكس ما موجود في الفتح. نحن فكرتنا أنه يعني في ناس هسه بجينا نداء بيقولون يا أخي نحن بدافور وين أمشوا. أنا بفتكر أنه الناس المتسبلة منطقة والمنطقة دي تكون معدومة، مفروض يعملوا فيها شغل بتاع استدامة دائم. صح. لما تنتهي غطرات الماء بعد ذاك الناس تشوف مشروع شنو ممكن تقدم للمنطقة. الفتح منطقة صخرية ترابية، لو تعمل فيها مصنع بتاع إنترروك بشركة مساهمات عامة لمنطقة الفتح، ممكن هم بدل يطلعوا برا المنطقة يكونوا جوا المنطقة، ممكن يتعامل لهم نحن عندنا أراضي شائعة جدا جدا في المنطقة. لو سمحت لي بس دي مهمة جدا. فممكن نعمل لهم مزارع هناك على أساس أنهم يشتغلوا فيها، فكده بنعمل إنتاجية في المنطقة والمنطقة بيكون عندها دور ذاته بتديك راجع. غير كده النازعين، الناس اللي عندهم مناطق في الفتح من دراستي للحتة اللي عندهم أراضي هناك، هم نزعوا لأطراف الخرطوم وعملوا سكن عشوائي وقعدوا فيه لعدم وجود الموية. فلو اهتمت الحكومة بالمنطقة دي وعملتها منطقة إنتاجية، نحن نجحنا لحد ما أنه نطلع المجتمع من حتة خمولية لحتة
انت انتاجيه لكن ايد براها ما بتصفي. فنتمنى انه ايادي الحكومه تجي معانا والرعايه الاجتماعيه ونعمل شغل. انا ما اقدر اتكلم لك بلسان اهل الفتح، لكن لو هم متابعين الحوار ده حيقولوا لك يا اخو والله احنا كلفناك تعمل الدراسات وابدي في المشروع، احنا حنقف معاك وانت اصليه ناس الحكومه دي، تعال اعمل المشروع ده احنا جاهزين عشان نستفيد. ف اصل الحكومه انا من زمان هبشع انت اعملوا دراسات بتاع المشاكل انت اعمل دراسات ان شاء الله ان شاء الله عشان تقدر يساعدهم بمشروع يكون مستديم وموجود ويستفيدوا منه ابنائهم وبناتهم في المستقبل. نحن نتمنى برضو الحكومه تكون تسمع في الكلام ده وبرضو تجينا تعمل نعمل الشغل ده سوا. وبصراحه المنطقه محتاجه، وبفتكر انه اتس هايلي ذا تايم الناس تخش فيها. وانا ضد الشغل الوقتي، يعني جاتني الرعايه الاجتماعيه جو مني شاب وشابه قبل اسبوع اسبوعين عملوا معي انترفيو وهم عايزين حلول مؤقته عشان كورونا، يعمل حلول مؤقته للمويه. واقنعتهم ان الحلول المؤقته يعني انت هسه ما بتنفع، لو عندك 3 كيلو وعايز تعمل ليه والحديد والدرداقه اول حاجه شوفها حيلعبوا بيها، ثاني حاجه الكوست مور انك تعمل لك بير، والبير بياخذ 7 يوم والمشروع زي ده ممكن ياخذ شهر لحد كورونا ما تمشي يكونوا ما انجزوه. والحته دي الحته بتاعت تتضامن يعني الرعاية الاجتماعية مع المنطقة وأهلها، يعني أنا بفتكر مهم جدا جدا أهل المنطقة يخش في الشغل، يكون عندهم دور في الشغل. يعني أنت كحكومة أو كمنظمة لو جيت عملت لهم الشغل ما حد يقول تحرسهم عشان يستديم طبعا. فأنت لما تدخل المجتمع وتقلب المجتمع إيجابي إنتاجي في الشغل اللي أنت بتعمله بعد ذلك بتضمن استمرارية الشغل لأنه هم يكونوا حافظين عليه محافظين عليه. جميل. طيب استمرارية ونجاح أي مشروع في الدنيا دي بصورة عامة كده محتاجين لدراسات استراتيجية، ونحن كثير من مشاريعنا الفشل بتاعه بيقول إنه ما في خطة استراتيجية لا قريبة المدى ولا قصيرة المدى ولا طويلة المدى. بنعمل مشروع زي ما قلت وقتي بعد شوية المشروع ده حيكون شهر شهرين مشروع حينتهي، لأن أصلا ما في دراسة أولية للمشروع. أنا عشان ما أعمل مشروع أدفع فيه قروش يا ريت يكون في دراسات، أجيب خبراء أجيب مهتمين بالشغل بتاع الدراسات ده، عشان أنا إذا عملت مشروع في أي منطقة في السودان يكون مشروع مستمر لسنوات وسنوات، ما يكون 3 شهور 4 شهور ويجيب فدانة المشكلة ترجع من جديد. أنا حسب تجربتي بمكاتب الحكومة دخلتها كثير في الفترة اللي فاتت، آخر دخلة دخلت مكتب الوالي عشان نعمل استعجال لتسجيل المنظمة. أنا قناعتي الشخصية نحن عندنا دراسات كثيرة جدا وعندنا خبراء كثيرين جدا جدا، هم بيمشوا وبيعملوا الدراسة والريبورت لما يجي بتقفل في الدرج. بنوها مشكلة إذا فنحن يعني أنا النوع اللي بقول لك والله المفروض تتكلم لغة الشارع وتربط نصها وتنزل في الشارع صحيح. وده نجحنا نحن كقطرة ماء الحمد لله يعني، وحتى الناس بقوا عشمانين فينا كثير في الفتح، ولما نحن نقول لهم والله نحن هنجيكم إن تايم بيصبروا، لكن أعملوا لينا كده وأعملوا لينا كده وأعملوا كده، فهم الاستجابة بنلقاها منهم باك لأنهم عارفين نحن هنجيب نعمل آي. فهي الثقة المتبادلة دي، وأحب أشكر السدود باي ذا واي جات السيرة بتاعت الحكومة. أنا بشكر باشمهندس عمار من السدود، هو وقف معانا وقفة كبيرة جدا جدا، وكانت آخر اجتماعات عندنا مع السيدة أنور السادات من هيئة المياه، وهو تكلم برضو بالإشراف مجاني. جميل. فدي حاجات أنا أحب أذكرها. لكن أرسل لهم كلهم تحية، وعجبتني ما قلت إن إحنا كلنا لو ما تحزمنا وتكاتفنا ونزلنا شارع ما في حل، ما حنقدر نلم بلدي بالتأكيد. الناس اللي جلوس ما كانت تخليه شوية كده، الناس تنزل كل اللي درسنا لكل المسؤولين في هذا الوضع الحبيب، أنزل الشارع شوفوا أنزل الشارع مشاكل الناس زي شنو، الحل بيكون عاجل، ما تنتظر لحد ما يجيبوا لك ملف والملف ما يتوقع والملف ماشي هنا وجاي من هناك، لا أنزل الشارع وحل الناس مشاكلهم سريع. وشكرا بكل محبة أستاذة بكنام عثمان رئيس منظمة قطرة ماء الخيرية، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم كل هذه الأعمال الخيرية. شكرا جزيلا لك، تسلم كثير. نتواصل معكم مشاهدي الأحباب في كل مكان متابعي صباح الخرطوم، فاصل قصير ونعود ونتواصل.